رانيم تردد أجراس تقرع وطقوس كنسية مبهجة امتزجت بأجواء من الدفء والاطمئنان على واقع قداس وترانيم عيد الميلاد المجيد لتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية السريانية بغمرة بعيد الميلاد المجيد برئاسة الربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة، الذي أكد أن الاحتفال هذا العام يأتي خلال أحداث أليمة تخيم على العديد من بلداننا العربية. نحن من الأجواء اللي هي أجواء العيد نرفع أدعيتنا فوق ونقول يا رب، بنصرخ مع كل الملائكة نقول ولد لكم اليوم المخلص. هذا المخلص اللي هو قادر انه يدينا خلاص من كل الاتعاب والاحزان والاوجاع اللي راح فيها كثير من الناس، الاطفال الابرياء والنساء وحتى الناس اثقلتهم هموم الحياة. حنين طبعا باجواء العيد، والعيد كله بهجة وكله سلام، وكل الصلوات مخصصة من اجل سلام العالم وخصوصا سلام إسرائيل، يعني فلسطين أو القدس أو يعني بيت لحم مسقط ميلاد المسيح. جمع من الحضور من مختلف الفئات ورجال الدولة ورجال الدين الإسلامي قدموا التهنئة بالعيد في مشهد عكس اللحمة والألفة والنسيج الواحد بين المصريين. المشاركة في هذه الاحتفالية وتقديم التهنئة، وده من في إطار يعني دعم الأواصر الأخوية في النسيج المصري والتكامل في كل مناحي الحياة، بما يحقق يعني الوحدة الوطنية وبما يحقق القوة التي تعيشها مصر الجديدة الآن. مصر الوحيدة اللي عمرك ما تعرف عيد مين عند مين، كلنا مع بعض متجمعين وربنا يحفظ مصر. وفي الحقيقة إن كان العيد بيبعث فرحة ومجد وسلام، إلا العيد ده يمكن جو مختلف شوية. نصلي لإخواتنا الفلسطينيين ونحن نفرح في مصر، لأننا لا إلا نستطيع أن ننسى ما يحدث في فلسطين فلسطين التي عاش فيها المسيح تتعرض لإبادة جماعية. هذا وتجملت الكنيسة بالزينة وشجر الكريسماس لتعلن عن عام ميلادي جديد، دعينا المولى أن يعمه الأمن والرخاء والسلام. وسط أجواء من الألفة والدفء والمحبة احتفلت الكنيسة السريانية بغمرة بعيد الميلاد المجيد، والتي ضوت في أرجائها الترانيم الدينية والأجراس لتبعث برسالة محبة وسلام من هنا إلى كل دول العالم. وتؤكد مصر دوما أنها ورغم كل التحديات بلد الأمن والأمان والسلام. من داخل الكنيسة السريانية بغمرة، أحمد سعد الدين، التلفزيون المصري.